مدينة دير الزور تعود مجددا إلى دائرة الأحداث في سوريا من بوابة حي الصناعة، حيث أعلن تنظيم الدولة السيطرة الكاملة على الحي الواقع جنوب المدينة بعد معارك وصفت بالعنيفة مع قوات النظام خلال اليومين الماضيين. ترافق ذلك مع تنفيذ طائرات النظام أكثر من 17 غارة جوية مستهدفة مواقع التنظيم، لكن دون أن تحد من تقدم عناصره. معارك التنظيم امتدت أيضا إلى أحياء الرصافة وهرابش والتحطوح وحويجة صقر، وهي الأحياء التي تفصل حي الصناعة عن مطار دير الزور، حيث المقر الرئيسي المتبقي للنظام في المحافظة. وتتواصل الاشتباكات بين النظام والتنظيم في محيط المطار منذ عدة أسابيع، كما تجددت الاشتباكات في محيط قرية البغيلية غربي المدينة وسط قصف متبادل بقذائف الهاون والصواريخ. من جهة أخرى، ألقت طائرات شحن تابعة للأمم المتحدة مظلات تحمل مساعدات إنسانية على حيي الجورة والقصور اللذين يقعان تحت سيطرة النظام والمحاصرين من قبل تنظيم الدولة. وكان التنظيم قد استولى تقريبا على أغلب مناطق محافظة دير الزور المحاذية للعراق بعد أن بسط سيطرته على مدينة الموصل العراقية عام 2014، فيما تختصر سيطرة النظام في المحافظة حاليا على حيي الجورة والقصور، إضافة إلى المطار العسكري الواقع جنوب المدينة.